جديد. مشاهدينا الكرام نرحب بكم ونرحب بزميلنا وضيفنا في الظهيرة في شقه الأول ياسين حابي الصحفي المختص في السلامة المرورية بشروق نيوز. أهلا بك ياسين، يا مرحبا. أهلا بك زميلتي ريما، أهلا بمشاهدينا الكرام. يا أهلا. اليوم إرهاب الطرقات بات يحصد الكثير والعشرات إن لم نقل المئات سنويا في الجزائر، آخرها كان 10 أشخاص لإلقاءوا حتفهم صبيحة اليوم، 10 أرواح نعم. تزهق بمثابة هكذا هباء تذهب. نعم حقيقة زميلتي ريما، أولا نترحم على ضحايا أو أهالي ضحايا المجزرة المرورية اللي وقعت في نعامة، وإذا تكلمنا عن حوادث مرور وعلى أسباب حوادث مرور نتكلم على 4 عوامل أساسية. الأربع عوامل الأساسية نبدأ بالعامل البشري الذي عنده حصة الأسد، هناك أيضا العامل الميكانيكي، وهناك عامل المحيط، وهناك عامل المناخ، وكل حادث مرور إلا ويتدخل أحد هذه العوامل في حادث مرور يقدر 4 عوامل يكون مشتركة، يقدر عامل من عوامل يكون سبب في حوادث المرور. 96% من نسبة حوادث المرور تعود إلى العامل البشري، ولا قلنا العامل البشري نقصد به الإنسان ومستعمل الطريق كالسرعة المفرطة، مناورة الخطيرة، تجاوز الخطر إلى غير ذلك. إذا تكلمنا عن المحيط نتكلم عن الطريق، ونتكلم كذلك عن الإنارة، ونتكلم على نقص في إشارات المرور. إذا تكلمنا عن الجانب الميكانيكي نتكلم على حالة المركبة، وكذلك هناك بعض قطع الغيار المغشوشة اللي تدخل البلاد مع الأسف الشديد. كل هذه العوامل تعود إلى يعني وتزيد في نسبة حوادث المرور. نسبة حوادث المرور ازدادت في الآونة الأخيرة، وهذا كان منتظرا ككل سنة في العطل، خاصة العطلة الصيفية الشتوية الخريفية الربيعية، هناك يعني تزداد حركة العربات المركبات وتنقل العائلات إلى يعني ربما استجمام أو عطلة، وبالتالي عندما تزداد حركة المرور تزداد نسبة حوادث المرور. وزيد على ذلك أنا من فبراير 2022 الماضي تنبأت بارتفاع نسبة حوادث المرور، وقلت هنا على المباشر، لأنه تم تعليق يعني سحب رخصة السياقة وترك إلا فقط الغرامات الجزافية، وهذا صحيح يساعد المواطن، يساعد يعني باش تنحيلو ريتريت بيرمي 6 شهور ولا حقيقة، ولكن من الناحية الأخرى تزيد في نسبة حوادث المرور. علاه؟ لأنه تعليق سحب السياقة يتنحى، هذا بالتالي تهاون بعض السائقين، لأنه في خالف يعني مخالفة معينة على باله بلي كاين غير غرامة جزافية، وبالتالي ما كاينش سحب. على سبيل المثال الاتجاه الممنوع سونس انتردي كان عليه 6 أشهر سحب رخصة السياقة. الآن دونك قبل ما يحرك سونس انتردي كان يفكر 1000 تفكير، لأنه 6 شهور راهي في اللعب. هنا درك يعني الآن سقط عام الخوف السائق الخوف من القوانين الرضعية اللي كانت تسحب له. نعم وهو كذلك، لأنه الآن على سبيل المثال إذا خدمنا نفس المثال تاع سونس انتردي، هنا عندك غرامة جزافية 5000 دينار جزائري. دوك يقول لك أنا الغامر إلا حكموني 5000 دينار جزائري، خاصة بميسورية الدخل يعني 5000 دينار جزائري يعني ماشي حاجة. وبالتالي أنا واش قلت في هذيك الفترة في فبراير، لأنه معليش تم تعليق سحب رخصة السياقة مع تفعيل رخصة السياقة بالنقاط المنصوص عليها في قانون 1705، ويعني رخصة السياقة البيومترية مع رخصة السياقة بالتنقيط. هنا علاه؟ لأنه رخصة السياقة بالتنقيط يدعو للسائق بمراجعة قانون المرور اللي نسيناه، وخاصة مع الخرجة الميدانية في حصة سير في الأمان، رانا نشوفوا يعني نسبة كبيرة من المواطنين اللي نساو قانون المرور. علاه؟ أنت ريما عندك مثلا جبتي برمي عندك بزاف من عام أكيد تنسايه، ورخصة السياقة بالتنقيط عند نفاذ النقاط أو عند نقص النقاط القانون يلزم عليك أن تعود حصص تدريبية باش استرجاع النقاط هذوك يكون بدورات تكوينية، وبالتالي هنايا يكون السائق اون بارونتيز نقولوا يكون ميزاجور، يكون اجور بالنسبه للدرايه باشارات المرور. هذا امر اخر. الامر الثاني، هناك بعض المواطنين وهذا يدخل في العامل البشري اللي ربما يتعمدوا على خرق قانون المرور، فعلى سبيل المثال من منا لا يعرف اشاره قف
كاش واحد ما يعرفش كيف، كاع نعرفوا كيف، كاش واحد ما يعرفش سونس انتردي. وبالتالي رغم هذا الا انه بعض المواطنين او بعض السائقين يعني يخترقون هذا القانون. دونك وبالتالي حنا بالنسبه لحوادث المرور، حنا دركا بالخبره المكتسبه عرفنا وشنو هما يعني النقاط السوداء الموجوده في الجزائر، منحدر الجباحيه، خميس بليانة، يعني عده يعني نقاط الموت، نقاط سوداء. وبالتالي على السائق نقاط الموت، نقاط الموت. دونك على السائق واش يدير في انتظار يعني اخذ السلطات المحليه في اعاده دراسه ذلك المكان؟ السائق يزيد يعني درجه التركيز في ذلك الطريق، يعني لا فيجيلونس. دونك راني في منحدر الجباحيه، نزيد يعني التركيز يكون مضاعفا، هذا العامل البشري. وزيد كذلك بعض السائقين الذين يسوقون عده ساعات، والمشرع الجزائري نص قانون انه ما لازمش نسوقوا فوق 9 سوايع. دونك المشرع الجزائري قال كي قال 9 سوايع اكيد بدراسه علميه، لانه فوق 9 سوايع السائق ما يوليش يركز. و9 سوايع مش متتاليه، لازم 4 سوايع ونص لازم يتوقف ياخذ قسط من الراحه باش يكمل. حنا بعض يعني السائقين وخاصه سائقي نقل الوزن الثقيل، يعني وزن ثقيل فوالا، يحب يروح يشارجي عاود يولي في نفس اليوم ويعني ما يداش الوقت، وهذا يؤدي سلبا على صحته وما يقدرش يركز في الطريق. هنا ما نش نغطوا باللي انه الطريق غير لا تصلح، لانه الطريق على سبيل المثال الجباحيه، لانه هناك بعض اهتراء الطريق على الجانب الايمن، وهناك دراسه مؤخرا قام بها الوالي ولايه بويره هو مشكور على هذا، فاعاده الدراسه في هذا المجال. نروحوا للعامل الميكانيكي، العامل الميكانيكي انه الشاحنات غير مهيئه بنظام الفرمله اللي يبطئ بطريقه اوتوماتيكيه للشاحنات. هذا يجب ان يفعل في المركبات الوزن الثقيل، كما لازم ان نفعل جهاز الكرون تاكيغراف في عربات نقل المسافرين اللي يحدد شحال المسافه ساق وشحال من السرعه دار. دو كل هذه الاجهزه لازم تكون. وكذلك بالنسبه لعربات نقل البضائع لازم ان نديروا فيها ونفعلوا يعني شهاده الكفاءه المهنيه بالنسبه لسائقي العربات الوزن الثقيل وعربات نقل المسافرين، لانه الماده موجوده وهو تخضع يعني لازم يكون سائق المركبه صح عنده رخصه سياقه سنف جيم ولا سنف دال ولا سنف ها. اضافه الى هذا لازم له تكوين، وهذا ما هو منصوص في القانون، شهاده يعني شهاده كما يقولوا لو بروفي، هذاك شهاده الكفاءه المهنيه باش يخليه يسوق ويحترف اكثر يعني سياقه المركبه. كل هذه العوامل تدخل يعني يعني ربما المجال ما يسمحناش باش نفصلوا، لانه كل نقطه واش هضرتها فيها يعني فيها تكلمنا على العامل البشري. نعم. ياسين، الان لو نتحدث عن عامل الطرقات اللي أصبح يتسبب بنسبة لبس بها من حوادث المرور كذلك. نعم. طرقاتنا مهترئة ولا يجب أن نغطي كما يقولوا الشمس بالغربة. صحيح صحيح، وهذا ما يعني شهدته كاميرات سير في الأمان في بقاع يعني التراب الوطني، ومشينا ودرنا ملاحظات في عين المكان، والحمد لله السلطات المحلية استجابت لحصة سير في الأمان وصحت هذاك المشكل. كاين بعض النقاط اللي رانا نجوزوا عليهم ومازال يعني نفس الخطأ موجود، وهذا يدل على انه ربما السلطات المحليه وما نقولوش غير المحليه، لانه هذا المشكل مشكل جميع، يعني حتى السلطه السياسيه لازم ان تتضافر كل الجهود، وزاره الاشغال العموميه، وزاره النقل، المندوبيه الوطنيه التي استحدثت مؤخرا في السلامه المروريه، كل هؤلاء يجب ان يكونوا يعني يديروا لجنه مختصه ويدرسوا لماذا تضافرت ولماذا ازدادت نسبه حوادث المرور خاصة في الآونة الأخيرة. أنا صنفتها لأنه سبب سحب رخصة سياقة، تعليق سحب رخصة سياقة، ولكن هناك أسباب أخرى يعني تخص الطريق وتخص العامل البشري اللي تخص السائق بحد ذاته، لأنه السائق نروحوا نبداوه بالتكوين. التكوين المنظومة التكوينية هنا في الجزائر مازالها ناقصة، مازال يعني مدارس تعليم سياقة يعانون من مشاكل كبيرة، من مضامير رخصة السياقة اللي جوزت رخصة السياقة كارثية. شوفي مضامير، رحنا في مضامير وعبر مراسلين قناة الشروق بعثوا لنا تصاور، يعني مضامير لا تصلح لأي شيء، تصلح للفلاحة، تصلح لأي شيء إلا لتعليم السياقة. ضف على ذلك أنا اعتبار مدرسة تعليم سياقة ك يعني عنصر تجاري يستلزم رخصة سجل تجاري، هنا دخلنا في التجارة، دوك بدرس تعليم سياقة يولي متاجر ماهوش معلم، وهذا لا يصحنا. السلطات المحلية أن تعود
إعادة نظر في المنظومة التكوينية، وهذه المنظومة التكوينية هي لاباز. ثم نأتي للطريق، للطريق يجب تعبيد الطريق، الطريق عندها مقاييس ما ندخلش فيها في التكنيك، التقنيات ربما في المنعرجات يجب الطريق ما تكونش هكذا، تكون مائلة شوية بدرجة محددة باش في الفيراج ما تديكش يعني القوة المركزية الطاردة لا سونتر لا فورس سونتريفيج ما تديكش، دونك الطريق في الفيراج ما يكونش هكذا. الا المماهلات المماهلات نعم الا لاحظتوا في سباق في فورميلا 1 فورميلا 1 توجد الطريق هكذا يا معوجة، علاش باش السائق يروح مع الفيراج؟ هذه التقنيات الصغيرة غير محترمة هنا في ممكن في تنقص من حوادث المرور. أكيد نعم. طيب تجديد الحظيرة كذلك يجب أن يأخذ هامش مهم جدا. نعم. وربما كمسبب وكعامل من الحظيرة الوطنية. نعم. ومع الأسف الشديد نعرفوا باللي يعني استيراد سيارات مجمد منذ يعني سنوات، وبالتالي الحظيرة الوطنية للسيارات بدأت تهترئ. وكما قلت للدودان يعني الممهلات العشوائية ازدحام المرور، كل هذا يؤدي بنقص عمر السيارة. دونك راكي في سيركيلاسيون، راكي في دودان، راكي في حفر، راكي في طريق غير معبدة، كل هذا يؤدي بنقص عمر السيارة، وبالتالي السيارة تاعك تكون جديدة بطرقاتنا تولي قديمة، وكي تولي قديمة لي بيس ديتاشي ولي يقولوها يعني يعني كيف يقولوا بيس ديتاشي قطع الغيار قطع الغيار فوالا قطع الغيار يبداو يقولوها. وقطع الغيار فيها حكايه اخرى، تلاقيت مع ممثل جمعيه المستهلكين انه كان قطع غيار مغشوشه يعني تدخل البلاد، وبالتالي احنا يهمنا السعر، انا كمواطن زعما بسيط يهمني السعر، نروح بياسه رخيصه، ولكن البياسه الرخيصه هذيك تؤدي فيما بعد راح تكلفني ربما تكلفني روحي وروح عائلتي وروح مستعملي الطريق. هو كذلك ياسين حبي نسأل لك السلامة، ربما نصائح بما أنك مختص في السلامة. نعم على كل حال نصائح نقول لكم باللي حاجة الأولى وهذا ما تسبق إليه حصة سفير الأمان، أنه يجب احترام قانون المرور واحترام قواعد السلامة المرورية فيما فيها إشارات المرور، ولازمش ناخذوا إشارات مرور كعدو، يعني لا إشارة المرور كأنيس تؤنس السائق، احنا سائق راني رايح فواياج ماذا بيا يكون واحد معايا يونس لي طريق. كذلك هي اشاره المرور هي تؤنس السائق، تقول له ربما كاين فيراج، ربما كاين قمه مرتفع، ربما كاين ممهل، دونك راهي تؤنس السائق. اذا تعامل السائق بمثل هذا المنطق فنسبه حوادث المرور راح تنقص بشكل رهيب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نسال للجميع السلامه. نشكرك جزيل الشكر ياسين حابي صحفي مختص في السلامه المروريه.